لقد استقبل العديد من اللاجئين من بلدكم. العديد منهم من سوريا، فيما الآخرون لا. أما من جهة أخرى، دعنا نقول إن إرسال أولئك اللاجئين السوريين والآخرين إلى أوروبا هو أمر خطير، ولكن الأخطر هو دعم الإرهابيين في سوريا. لكن ما أريد أن أقوله، عندما نقول عن أردوغان بأنه لص، سرق المصانع والمعامل، سرق القمح، سرق النفط بالتعاون مع داعش، والآن يسرق